النهارده الكلام كتير والاخبار كتير، وداري واخبار داري وعامل ايه داري داري. خلاص يمكن ممكن النهارده بيكون بيصور الفيديو اللي هيتم تقديمه بيه كلاعب في النادي الاهلي. اشرف داري كل شيء انتهى، كل شيء تمام، اشرف داري اهلاوي، وزي ما قلت لحضراتكم هو محجوز له النهارده في فندق في احد الفنادق الخمس نجوم في منطقه التجمع هيتواجد فيه. داري يمكن هيعمل الفيديو التقديمي للجمهور ولوسائل الاعلام قبل ما يعمل الكشف الطبي. خلي بالك الكشف الطبي ده راجل شغال لغايه يوم الاحد اللي فات، كان موجود مع نادي بريستو دنيا، لكن لازم يبقى فيه شيء من الاطمئنان عند النادي الاهلي، ودي اجراء روتيني وطبيعي جدا هيحصل خلال بكره ان شاء الله. وبكره هيتعلن عن اشرف داري. ايه الجديد؟ ايه اللي جاي؟ هتقول لي محمد بن رمضان، هقول لك لا، اللي جاي صفقه محليه. اللي جاي صفقة محلية، اللي مش اللي لكن محمد علي بن رمضان مستنية تكة، والتكة عند الأهلي. التكة في تاو. تاو لو خلع هيحل مشاكل كتير قوي، وقايمة الأهلي أو السكواد بتاع الأهلي هيبقى تقيل قوي 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 السنة الجاية. هو في غلطة على فكرة، حتة تفعيل السنة بتاع التاو دي ده خطأ طبعا، ما كانش ينفع في الوقت هو الاهلي عايز يمشيه ومش عايز يلعبوا السنه اللي جايه اللي هي فعلها النادي الاهلي. المهم يعني خلينا في الواقع، هو بيغلس بوضوح شديد جدا ومش عايز يمشي. النادي الاهلي بيحاول يشوف له اي تصريف، يشوف له اي عرض، لانه هيحل مشاكل كتير. ان انت ممكن تقدر تجيب محمد علي بن رمضان وتقدر تجيب فرويد، الامور هتتغير كتير في النادي الاهلي بالنسبه للصفقات لو تو خلع. هنشوف، هنروح للساعات اللي جاية.